ما هو الدم؟ يطلق مصطلح قوة الدم للدلالة على مستوى الهيموغلوبين في الدم، والهيموغلوبين هو البروتين الغني بالحديد في خلايا الدم الحمراء، حيث إن الهيموغلوبين هو المسؤول عن نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم لإصلاح أي ضرر يحدث فيها والحفاظ عليها. فعند دخول الأكسجين إلى الرئة، يرتبط في الهيموغلوبين 4 جزيئات من الأكسجين تنتقل خلال الأوعية الدموية مع خلايا الدم الحمراء. ومن الجدير بالذكر أن الهيموغلوبين يلعب دورا مهما في الحفاظ على شكل خلايا الدم الحمراء الشبيهة بالقرص، الأمر الذي يساعد على سهولة حركتها داخل الأوعية الدموية. ويقاس مستوى الهيموغلوبين عن طريق فحوصات الدم، ويترادف نقصان مستويات الهيموغلوبين في الدم مع نقصان مستويات الأكسجين. وفي هذه الحالة، ما يحتاجه الجسم من الأكسجين لأداء وظائفه لا يكفي، فيعاني حينها من فقر الدم. ويمكن بيان القراءات الطبيعية لمستوى الهيموغلوبين لدى البالغين كما يبينه هذا الجدول. كيف يمكنك زيادة قوة الدم؟ يوجد العديد من الطرق لزيادة قوة الدم والحفاظ عليها ضمن الحدود الطبيعية، تبعا للسبب المؤدي لانخفاض مستوى الهيموغلوبين عن المستوى الطبيعي. ومن هذه الطرق تناول المكملات الغذائية الغنية بالحديد، ويجب أن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب خوفا من الآثار الجانبية مثل الإمساك أو زيادة مستويات الحديد في الدم الذي يسبب أمراضا أخرى. زيادة تناول الأغذية الغنية بالحديد، فالحديد المحفز الأساسي لإنتاج الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء، وفيما يلي أمثلة عليه. الأغذية الغنية بالحديد هي البيض، أوراق السبانخ والخضروات الورقية عامة، الأسماك، الخرشف، البقوليات، اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، زبدة الفستق، والفواكه المجففة كالتمر والتين والزبيب. من طرق زيادة قوة الدم أيضا الحرص على تناول الأغذية بالعوامل المساعدة لإنتاج الهيموغلوبين مثل الخضروات والمكسرات والحمضيات من الفواكه الغنية بالعوامل المساعدة مثل حمض الفوليك، فيتامين جيم، فيتامين آ، البيتا كارتوين، فيتامين بي12. يمكنك زيادة قوة الدم أيضا من خلال التقليل من تناول الأغذية التي تحتوي على حمض الفيتك. الانتباه عند تناول المكملات الغذائية أو الأغذية التي تحتوي على الكالسيوم. التخفيف من تناول الأغذية والمشروبات الغنية بمركبات البوليفينول، إضافة للأكل الصحي واستخدام المكملات الغذائية التي يحتاجها الجسم. فإن ممارسة الرياضة بانتظام سواء كانت بالهرولة أو السباحة كفيلة بإرسال تنبيهات للدماغ بحاجته لكميات أكثر من الأكسجين، الذي بدوره يزيد ويحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء بكميات أكبر لتقابل الحاجة الملحة للأكسجين. كما ينصح بتجنب المشروبات الكحولية للحد من نقصان عدد خلايا الدم الحمراء. الآن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي أعراض نقصان قوة الدم؟ كما قلنا أن نقصان قوة الدم يعزى لنقصان الهيموغلوبين، فتبعا للولايات المتحدة يشخص فقر الدم لدى الرجال إذا كان مستوى الهيموغلوبين أقل من 13.5 غرام في كل ديسيلتر، أو أقل من 12 غرام في الديسيلتر عند النساء. وتختلف القراءات الطبيعية لمستويات الهيموغلوبين باختلاف العمر لدى الأطفال، وهناك علامات وأعراض تظهر على الجسم بشكل واضح تدل على فقر الدم، وأعراض متخصصة تعود إلى السبب الأساسي لحدوث فقر الدم. ومن الأعراض العامة التي ترافق فقر الدم شحوب الجلد والشعور بالضعف والإرهاق، المعاناة من ضيق أو صعوبة التنفس، الإغماء في بعض الأحيان، الإصابة بخفقان في ضربات القلب، الإصابة بمتلازمة تململ الساقين.
ومن أسباب هذه نقصان قوة الدم هذه إنتاج عدد أقل من الطبيعي من خلايا الدم الحمراء نتيجة لبعض الأمراض كالسرطان وفقر الدم اللاتناسجي، تشمع الكبد، مرض الكلى المزمن، ليمفوما هوجكين، قصور الغدة الدرقية والتسمم بالسرطان وسرطان الدم. فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، الورم النخاعي المتعدد، متلازمة خلل التنسج النخاعي. وهنالك أيضا بعض الأدوية كالأدوية الكيميائية لعلاج السرطان والأدوية المضادة للفيروسات. من أسباب نقص قوة الدم أيضا تدمير خلايا الدم الحمراء بشكل يفوق القدرة على إنتاجها، وتشمل عددا من الأمراض وهي تضخم الطحال، التهاب الأوعية الدموية، وفقر دم حوض البحر الأبيض المتوسط والمسمات بالطلاسيميا. فقر الدم المنجلي من الأسباب التي تؤدي إلى نقصان قوة الدم أيضا فقدان الدم كالنزيف الحاد من الجروح ونزيف في الجهاز الهضمي مثل القرحة أو السرطانات أو البواسير، غزارة الطمث عند النساء، التبرع بالدم بشكل متكرر.